السلام عليكم البنات، من تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. كتقولوا لي عفاك ورينا البلايص اللي هما شعبيين وكيسكنوا فيهم الناس وداك الشيء. دابا غادي نديكم معايا لواحد البلاصه كبيره جات في لو نور ديال بيربينيون، حتى دائما كنصور لكم لو سود وغنوريكم واحد المنطقه غزاله. مهم فيها سكن زوين، ولكن سيرتو واحد لا زون كوميرسيال كبيره زوينه اللي يمكن لكم تخرجوا ليها نتوما والوليدات وترفعوا على روسكم. مو بقاو معايا وتفرجوا في الفيديو حتى الاخر. واش كنبان لكم مزيان؟ حيت كنصور غير بوحدي. هذه هي الطريق، واحد الميساج كان جاني في المباشر، كتسولوني على البيريفيريك واش قريب البيربينيان. كما تشوفوا غادي نصور لكم لونتري فين جات هاد لا زون ديال كليغا وفين جا البيريفيريك يعني لوطوغوت. انا غادي نوري لكم دابا بين ما قربت شويه. ها انتم البنات شوفوا، انا غادي ندخل هنايا هاد البلاصه ولوطوغوت راه هو زيدو، راه كيبان لكم داك البلاكه الزرقاء. انا غندخل هنا كما كتشوفوا، ها هي غير قريبه البنات. هاد المنطقه راه كبيره بزاف بزاف بزاف، واخا تبغي تصور ما غاديش تقدر. هاد لو كارفور الداخل فيه بزاف ديال المحلات التجاريه كما كتشوفوا، هذا اللور ديالهم. انا غادي نمشي هنايا غنوريكم كيف ما قلت لكم. كتشوفوا هنايا هذا هنا، وهنايا لو كريس كما كتشوفوا، هذه هنا محلات تجاريه بحال ميزون دو موند مونغو. كاينين هاد لي بيتي بارك بحال هكا دايرينهم، بارك دو جو الوليدات الصغار فين يلعبوا. وكيف ما قلت لكم هنايا لا ميزون دو موند، تماك مونغو شوسيه، كل شيء كاين هنايا. ندخلو نضربو فيه دوايره لا ميزون دو موند. هذا لا ميزون دو موند كيكون فيه داكشي زوين في الصراحه ومرتب ونقي. المهم اللي بغا يجي في القيته كيكونوا فيها لي سول، تقدروا تلقاو دي بون زارتيكل. فوالا كتشوفوا هنايا دوك التويسات دايرين 60 درهم. المهم انا بالنسبه ليا غالي شويه، كنفضل ان المغازان اكسيون. شتو فيه جميع داكشي ديال ديكوراسيون، لي بوتي صالون، طويبلات، اي حاجه بغيتوها. ولكن بالنسبه لي انا شي مرات كيجيو لي الحوايج غاليين شويه. بحال دابا هاد الكراسه دايرين 800 درهم. انتو هنا دايرين موديل ديكسبوزيسيون ناقصين 50%. ممكن بزاف ديال المحلات في بيربينيون بحال بوت كونفوراما كيبيعوا حتى هما هادشي لا ميم شوز. شوفوا هادي 149 درهم، وانا يا كوكو. بونجور. هنا ليسباس تاع البنيات. المهم البنات انا درت لكم تطافات من هاد المحل ديال ميزون دو موند. البنات اللي كيعجبها الديكوراسيون تجي هنا. الصراحه باش زوين هاد المحل فيه من كل فنين طرب. هاد الكرسي جاني هاد الشيء ديالو بحال مصايب هادوك التراث ديالنا الامازيغي، عرفتوه كيشبهوا ليهم شويه. لو كوتي في غير هاد الشيء ديال جغرافيا. هاد القفيفات هكا دايرين 100 درهم، 9.99 البنات. هاد لي ميغوار في الصراحه الا بغيتوهم لي ميم نفس الشكل، شوفوا هنا دايره 20000 ريال 99 اورو. والله العظيم الا كاينين في اكسيون، هو واعر هاد المكازان وكاين فيه كاع الاثمنه. كاين شي حوايج لي غاليين وشي حوايج لي على بورتي دو تو لو موند. انا ما جيتش بالضبط على قبل هاد المغازان، غير دخلت ما دمت هنا غنوريه لكم باش تاخذوا عليه فكره اللي بغى يجي ليه. يلا نخرجوا. تا هو كبير بزاف لداخل، ديجا شايفين في القناه لي زارتيكل تاع مونغو. فوالا البنات المحل كبير بزاف ولكن ماشي انتريسون. حتى دابا راه سالاو لي سولد، مكاين لا سولد لا والو.
انا البنات ريان ما كاينش معايا اللي كيصورني عاده مشى عند صحابه. الحاجه اللي زوينه هو ان كل محل هنايا دايرين قدامه ان بوتي بارك ومسدود، يعني تخلي وليدات ديالكم لداخل يلعبوا وانتم يدخلوا المحل اللي باغين تدخلوا ليه. مثلا هذا نايك دايرين قدامه، هذا نايك غندخل نضرب فيه دويره لي شوسيور. الناس كيختاروا دايرين دي غوميز ناقص 50%. هاد لا زون ديال بيربينيون نور لا بغيتو تجيو فيها كلشي. المهم البنات درت لكم غير مقتطفات من لي ماغازان اللي كاينين. البنات انا دابا غادي نمشي ندخل الكارفور لداخل ندور لكم فيه دويره، ومن بعد نوريكم فين كاين، حتى دابا كاينه هاد لا زون، ومن بعد خاصكم تخرجوا منها وتمشيو للور وكتلقاو مهم الديور السكن، كاين الامارات كاين الديور ميزون بريفي كاين كلشي، وهاد البلاصه زوينه في الصراحه. بلاتي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا. عرفتوا البنات الجو زوين، شوفوا الناس جالسين اللي غادي يدور، حيت حنايا هنا عندنا العطله، الناس خارجين اللي بغى يشرب قهوه ديالو هنايا في هاد لوشالي ولا يدخل داخل. تما كاينه ديك القهوه ديالي المفضله ازاليا ديال القهوه، رايا حتى هو فما كنجيو خصنا ضروري ندخلوا ليه. وهاد المغازا البنات كيحمقني تاع الدراري، وفي البنات والولاد الجهه ديال البنات والجهه ديال الولاد، وعرفت الساعه هو غالي، ولكن بصراحه في السولد الا جيتوا ليه كتلقاو فيه حويجات زوينين، عندهم داك الشيء واعر الصراحه. وها انا تاني البنات هذه الطريقه الوحيده باش غتشوفوني اليوم، ما كاين اللي صورني هذه جهة البنات كما قلت لكم، وصافي ضروري خاصني ملي كنجي هنا خاصني ضروري ندخل لكيكو، نحماق على كيكو هنايا كنجي ليه بزاف. البنات الا جيتو ما تشوفوا شي محل، هاد المحلات ديال بلو سوريز كاملين كيكون عندهم عرفتوا دي بروموسيون واعرين وحويجات زوينين لي ساكاما اللي باغي يسافر الشوانات اللي باغي يسافر المغرب ولا شي حاجه شوفوا عامر بلي بروموسيون، ما كاين لا سونت لا والو، دير لي بروموسيون بارتو. شوفوا لي ساكاما دايرين لهم 10 اورو سولد، كانوا بربع الاف 20 اورو هبطوا من 10 اورو. شوفوا لي ساك كسيكالنا الكبار كله سولد. وهاد لا زون كليغا كيف ما قلت لكم لا زون في كاين لي ميزون ديور وداكشي قريبه، يمكن لكم تجيو، ماش نقول لكم يمكن لكم تجيو على رجليكم من دياركم لهنايا وتجيو هنايا دوزو النهار تاكلي تشربي قهيوه دوري ديري لي بون زافير وتمشي بحالاتك. فاكتوري عندهم داكشي زوين تا هما، كانت واحد الفيديو شفتو جيت انا وريان هنايا عندهم داكشي زوين. البنات انا وصلت هنايا كتشوفوا هذه ايتيان، هنا في كنجي نشرب القهوه ديالي. البنات كما كتشوفوا انا خديت اتاي ديالي هنا غنجلس واحد شويه كما كتشوفوا هنايا خديت اتاي ديالي غادي نبقى هنا واحد شويه بين ما شربت ميزه الاتاي ديالي ومن بعد غادي نخرج باش نمشيو نشوفو حاجه اخرى. عرفتوا البنات جيت لاكاس نخلص، شوفوا اش عندهم في لاكاس اش حاطين عندهم جميع انواع ديال الشوكولا لو بغيتو تشريو اتاي، حتى لي طاس هنايا واعر بصراحه هاد القهوه هادي، عندهم لي كوكتيل واعرين سميتها ايتيان. هاد المنطقه ديال بيربينيون نور اللور ديالها كاينين ديور كاين الفيلات كاين العمارات كاين كلشي، المهم لي زابيتا بريفي ولا لي زاشيليم كلشي كاين. وهاد المنطقه غزاله رائعه، مهم في هذا الجو الزوين الغزال. نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي، وبسلامه عليكم